بروح الوطن والوفاء شهدت الكويت مسيرة جماهيرية ضخمة للأحمر البحريني، فقد وصل آلاف المشجعين لاستاد جابر الدولي برا وجوا لمؤازرة منتخبنا الوطني، وكان هو اللاعب الأبرز في الانتصار والتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج. ومع انطلاق صافرة بداية المباراة امتزجت أهازيج الجماهير بحماس لاعبي الأحمر البحريني، وسطروا أروع أمثلة الوفاء والمؤازرة للوطن. وبانتصار الأحمر الوطني ووصوله للنصف النهائي عمت فرحة عارمة ملعب المباراة ومحيطه، وانطلقت مسيرات الفرح عائدة لأرض الوطن بنشوة الناصر من استاد جابر الدولي بدولة الكويت الشقيقة. محمد بحار. البحريني ما تغلبونا والله، البحريني ما تغلبونا.